هذه الجلسة الافتتاحية هي جلسة مؤتمر شيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي لبنة من اللبنات الأساسية لبناء حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. ومن طبيعة الحال الشباب يحتل موقعا متميزا ومركزيا داخل المجتمع المغربي وداخل حزبنا، ونحن راهن على هذا المؤتمر لخلق ديناميكية جديدة في صفوف الشباب المغربي، وأن يصبح لهذا الشباب إطارا سياسيا قادرا على التوعية وعلى التأطير وعلى تنظيم الشباب المغربي، الشباب والشابات الذين يعانون معاناة كبيرة مع الأزمة الاقتصادية، وخاصة النسبة المرتفعة للبطالة التي تصل إلى 35% حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط وسط الشباب. إن الشباب كان دائما هو الدعم الأساسي لقيادة التغيير في البلاد، وبالتالي فالشباب المغربي الآن وخاصة في السياق الدولي الراهن وفي سياق تداعية الأزمة العالمية، وخاصة يعني ما يعانيه المجتمع المغربي من اختلالات بنيوية في جميع القطاعات تنعكس بالدرجة الأولى على الشباب، فالشباب ضحية جميع الاختلالات السياسة العمومية في جميع القطاعات. ولهذا كما قلت نراهن مراهنة كبيرة على شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي لأن تلعب دورا أساسيا ومركزيا في توعية الشباب المغربي وفي تنظيمه وفي تأطيره في أفق التغيير الديمقراطي الشامل والفصل الحقيقي للسلطات، وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الشباب على جميع المستويات وخاصة في ميدان التشغيل. اليوم شبيبات اليسار الديمقراطي كتعقد مؤتمرها الاندماجي، مؤتمرها الوطني الاندماجي، واللي اخترت لي كشعار مستمرون معا أجل العدالة الاجتماعية، واللي كنعتبروا هذه المحطة هي محطة ديال تتويج واحد العمل مشترك وحداوي اللي استمر منذ سنوات طوال. اليوم احنا كنتوجوا هذا العمل المشترك والوحداوي باندماج المكونات ثلاث شبيبات الفيدرالية اللي هي الشبيبة الطالعية ومنظمة الشباب الاتحادي وحركة الشباب الديمقراطية التقدمية، من بعد المؤتمر الاندماجي ديال الأحزاب الثلاث ديال الفيدرالية اللي هما حزب الطالع الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي واليسار الوحداوي. اليوم احنا أيضا كشباب من خلال هذه المحطة الاندماجية وهذا المؤتمر الوطني كنأكدوا على رغبتنا في توحيد قوى اليسار المغربي من بعد سنوات اللي يعني كان الثقافة السائدة داخل اليسار المغربي هي ثقافة الانشطار وثقافة التفكك. احنا اليوم كنرسخوا واحد الثقافة جديدة هي ثقافة الوحدة، وثقافة الوحدة احنا كنقولوا بأنها ماشي فقط هي رغبة ذاتية ديال هاد التنظيمات الثلاث، ولكن هي ضرورة تاريخية كتفرضها اللحظة اللي كيعيشها المغرب، اللحظة اللي يعني مازال فيها هجوم ديال الدولة على الحقوق المكتسبة ديال الشعب المغربي، مازال فيها هجوم على الخدمات العمومية من الصحة والتعليم، ربما ما يعيشوا قطاع التعليم اليوم الأخير، ودليل على ذلك هذه الاحتجاجات اللي كيعرفها واللي يعني تشل من خلالها المدرسة العمومية وتم خلال يعني الهضر ديال الزمن المدرسي ديال المتعلمات والمتعلمين بواحد الشكل كبير. نفس الشيء أيضا على مستوى الصحة كاين اليوم هجوم ديال القطاع الخاص على 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 على, على قطاع الصحة العمومي، كاين اليوم أيضا هجوم على مجموعة المؤسسات الدولية واللي كانت آخرها مصفات ديال سمير اللي يعني كيتم يعني الآن إجهاز عليها. أيضا كاين أيضا هجوم على على على, على الطاقات الشابة في بلادنا يعني اللي كتعيش واحد الوضع ديال الهشاشة خطير جدا، مستويات ديال البطالة هي في ارتفاع مستمر، المستويات ديال عدم التمدرس ايضا في ارتفاع مستمر، وبالتالي اليوم توحيد ديال قوى اليسار المغربي اصبحت كما قلت ضروره تاريخيه باش يمكن لينا على الاقل نقلبوا موازين القوى لصالح هذه الجماهير هذه، باش انه ممكن نحدثوا التغيير في البلاد، التغيير الديمقراطي اللي كنشدوا جميعا. حنا كيسار الديمقراطي الهدف ديالنا الاول هو انه نقروا الديمقراطيه في البلاد، الديمقراطيه المبنيه على الفصل الحقيقي ديال السلطات، الديمقراطيه المبنيه ايضا على على, على التوزيع العادل ديال الثروات، الديمقراطيه المبنيه على مسؤولية بالمحاسبة. إذا هذا هم المداخل اللي ممكن أنهم ينقلوا المغرب من الوضع اللي كيعيش الآن إلى وضع آخر. مؤتمرنا أيضا كيأتي في واحد سياق دولي اللي كنعيشوا جميعا، سياق دولي اللي متسم يعني باتساع ديال الصراع ما بين مجموعة من الأقطاب، واللي يعني خضى أشكال خطيرة اللي كتمثل أساسا في الحرب المباشرة على الصعيد مثلا ديال أوكرانيا على سبيل المثال، وأيضا على المستوى الإقليمي اللي كتعيشوا اليوم القضية الفلسطينية واللي كيعيشوا اليوم قطاع غزة من عدوان صهيوني مستمر، عدوان اللي استهدف
الاساس المدنيين والبنيه التحتيه، واستهدف ايضا مجموعه من المؤسسات من المدارس والمستشفيات وغيره، واللي خلف ازيد من 13000 شهيد وشهيده، ازيد من 70% منهم النساء والاطفال. اذا هذا كله سياق عام اللي كتعقد فيه المؤتمر ديالنا، وحنا كنقولوا بان المؤتمر ديالنا اليوم بغينا يكون واحد الاجابه على اللحظه التاريخيه اللي كنعيشوها سواء داخل المغرب او اقليميا او على المستوى العالمي. هذه المحطه اليوم التي تنعقد تحت شعار مع المستمرون من اجل العداله الاجتماعيه، هي محطه مفصليه في تاريخ شبيبات اليسار المغربي، وهي تحصيل حاصل لسنوات طويله من العمل الدؤوب والمشترك بين شبيبات انجبت خيره المناضلين الوطنيين. هي ايضا محطه مفصليه لانها تكرس لمنطق الوحده بدل منطق التشتت، ولمنطق جمع الجهود بدل تشتتها. هذا المؤتمر كذلك ياتي لاعاده بعث الروح في الجسد اليساري بشكل عام، ولتقوية الصف الديمقراطي من أجل خدمة قضايا المجتمع المغربي وقضايا الأمة.